رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء على الأنباء التي ترددت حول لقاء سري جمعه برئيس النظام السوري بشار الأسد بناء على طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال أردوغان في تصريحات نقلتها صحيفة حريت التركية إن بعض الناس ينشرون هذا عن عمد، لم ألتقي الأسد وليس لدي أي نية للقائه. وعن تعاون بلاده مع روسيا في سوريا، شدد أردوغان على أهمية اجتماع أستانة المقرر بعد يومين بمشاركة تركيا وروسيا وإيران. وقال الرئيس التركي: في الوقت الراهن العملية في إدلب تجري كما هو متفق عليه مع روسيا، ولا خلافات مع روسيا بشأنها. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه وسائل عالم تركية عن عملية مشتركة قد تخوضها تركيا مع روسيا وإيران لإخراج جماعة قريبة من تنظيم القاعدة من إدلب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.